هو صراحة لا صراحة ما كنتش كنتوقع الفوز بستاندار. كنا قادرين متميزين يعني كنا كنشوفوا في ديك اللعبة اللي كلشي كيدخل كلشي تايق في راسو وفي واحد الوقيته كيشوفوا الدراري كيبداو يشوفوا ملي كنديروا لي سكتش ديالنا كتبدا تقول ناري هذا واعر ناري هذا واعر صافي واحد بقيت كيبان كلشي واعر يعني حنا كنمشيو نلعبوا لي برايم وما عارفينش شكون اللي يقدر فينا يدوش شكون يقدر فينا ما يدوش. نقول الناس اللي صوتوا عليا ميرسي بزاف حيت شفتو فيا تاش ممكن واحد كيصوت عليك الا وعجبته الا وثق فيك الا شاف فيك شي حاجه دو سبيسيال الا انت اثرتي فيه دخلتي له الخاطر عجبتيه فهمتي. الوغ كنشكر الناس بزاف اللي صوتوا عليا حيتاش كي كنقولوا كيبقى الفنان واش غينجح ولا لا هو الجمهور. راه الجمهور هو اللي ميمكنش تكون فنان وما عندكش جمهور. الجمهور هو اللي كيخليك يا تكون فنان يا ما تكونش فنان. كنقول لهم شكرا على التعاطف ديالكم شكرا بزاف حيتاش الفنان بالنسبه لي الفن هو رساله والكوميديا كانت هي الا وسيله باش نوصل واحد الرساله. الو شكرا حيتاش فهمتوا الرساله ديالي شكرا حيتاش ثقتوا فيا. الرساله اللي بغيت نوصل هي ان ما يهمش الظروف فاش كبرتي ما يهمش شكون انت ما يمكنش الناس يقرروا شكون انت راك انت اللي كتقرر انت اللي صاحب القرار ديال حياتك. دونك ما تهبطش يدك هز يدك ديما وقول ديما بلي غنوصل وثق بيا غتوصل. والرساله الثانيه هي انا ود الخيريه ماشي شي واحد اللي خايب راه حتى هو زوين حتى هو كيدير الضحك حتى هو ماشي هو داك الشخص اللي ديما غيأذيك ما هو واحد الشخص اللي يقدر يضحكك. كنقول للابوين ديالي انني مسامحكم من قلبي قلتها وغنبقى نقولها ديما انا ما غنلومكمش وعمرني ما غنلومكم كنبغيكم من قلبي. هذا الحمد لله بسبب ماما زهور كبرت انني كنبغيكم وبغيت نقول للناس اللي خدامين في دور الرعايه الاجتماعيه شكرا الناس اللي كبروني شكرا الناس اللي ردوا مني الراجل اللي انا دابا. وبغيت نقول للناس الاخرين اللي تعدوا عليا سمحي لي دويت شويه قاصح سمحي لي انا ما كنبغيش ندوي سلبي وحق ربي تنقولها ديما انا لست بشخص سلبي ما كنبغيش ندوي بسلبيه الواقع ديالنا هو هذا. بغيت نقول للناس اللي ربوني في دور الرعايه الاجتماعيه وتعدوا عليا حالي مرة خرج من الخيرية حالي مرة الحمد لله كيبني في حياته دابا تقوا الله في الدراري اللي طالعين تقوا الله في الدراري اللي طالعين الله يرحم بالوالدين. كنقول الناس اخرى بقى شكرا بزاف شكرا على لي فوت ديالكم شكرا على ثقتكم بيا وشكرا على انني واخا دوزت 3 سنين في ديك المدينة رديتوني واحد منكم. شكرا بزاف وكنشكر المغرب كامل اللي ردوني جزء منهم جزء من العائله ديالهم. كل عائله في المغرب كيعيطوا لي وتقول لي راك ولدنا دونك هذا شرف ليا كبير. هو سؤال كيسولوني بزاف حتى الناس كيقولوا اش غادير ديك 20 مليون انا عرفتي والله ما كرهتش نخليها في الكونت بونكير نبقى نتفرج فيها صافي نبقى ديما داير في بالي عايش وانا راه عندي 20 مليون في الكونت بخير عايش الحياه كنضحك معاك ضروري غتقسم مع صحابك اللي يدوز ماك ستاند اب لان هذا هو كان هو الاتفاق بيناتنا ومن وعد وفى انسانيا خاصنا نقسموا مع بعضياتنا وغتحاول تخسرها على العائله المصغره ديالك تصيفط الام ديالك اللي رباتك في الخيريه تصيفطها للعمره واخا قليله في حقها بزاف وتحاول تستمر الفلوس في الصحه ديالك وفي الفن باش عاود تدخل فلوس اخرى ان شاء الله. واخا الحاله الصحيه ديالي هو انني انا وانا في عمر 7 ايام كنت في قمامه في طارو الزبل. الور لا يمكن ان طفل يلا تزاد في طارو الزبل وما غيهش امراض هذه راه لا يمكن لوجيكمون. الور انا كبرت بامراض ديالي اللي كنت عايش معاها امراض اللي بارفوا كتكون كتشكل لي حاجز كبير في حياتي
كتخلينيش نكمل سيرورة حياتي. بغيت ندخل في لي ديتاي باش حيت كتبقى لي حياتي شخصيه وباش ما نتسماش كنحاول نكسب داك التعاطف السلبي. انا لا ماشي مشكل تعاطف مع الناس ولكن بايجابيه. ما انا مريض ولدرجه ان البريم الاخر اللي فات لو دوزيام سكيتش كنت طلعت ناقص بسبب هو انني ما طلعت درت ان فو با ودرني ظهري حيت عندي انا مرض في ظهري. درت ان فو با الور انا لاعب وظهري كيضرني وكان لو لايف وما كانش نقدر نقول اي كيضرني ظهري الور كانت صعيبه عليا. ديكو كي كنقول ديما كنتحدى راسي قبل ما نتحدى المجتمع. كنقول الدراري ديال تمالك يحسوا بنقص. لو في ديال انك تحس بنقص راه عادي. لو في ديال انك كبرتي في خيري وما عندكش والديك وتحس بنقص راه عادي. راك انسان. راه لو بيغ هو انك ما كتحسش بداك النقص. لان داك النقص موجود يعني ما كتحسش بشي حاجه سيغ ناتوريل. كتحس بواحد لا ناتوريل. راه ما عندكش والديك غتحس بداك النقص عادي. يعني ما تقولش لراسك انا ماشي عادي. لا قول انا عادي حيت كيجيني داك الاحساس بالنقص. وبغيت غير نقول لك انا ما غنعطيكش نصيحه. انا يمكن مازال ماشي اهل باش نعطي النصيحه حيت صعيب تقول لراسك انا غنعطي النصيحه. ما بغيتش غير نطلبك ما تهبطش يدك حيت تثق بيا. من غير راسك انت ما كاينش اللي غيعقل عليك. ما تهبطش يدك. كون فوغ. كون عندك مونطال داسي وثق بيا غتوصل. انا تفرجت. انا كبرت في واحد في الخيريه وكانت عندنا التلفازه. انت عارف انا من الجيل ديال 99 2000 يعني كانت التلفازه ومتنفس الوحيد ديالنا. تفرجت في الخياري تشبعت. كان كيضحكني خياري كيضحكني يضحكون لي سبيكتاكل ديالو. تفرجت سعيد نصيري كان كيقتلني بالضحك صغير. انا باقي نعقل سعيد نصيري كنت كنصنت له الخياري هاد لي دو بعدا وحق ربي كنت كنصنت لهم في ام بي 3 يعني ما كنشوفهمش غير كنسمعهم. كانت عندي اب بي 3 متلشارجي فيهم سبيكتاكل كامل هي تنسمع ليهم. وبطبيعه الحال قد الملح حيتاش انا كنتفرج في لي فرونسي بزاف. حسن الفد وغيدوان ارجان اللي هو لوموريست فرونسي اللي كندير انا بحال لو ستيل اللي كيدير هو. سي محمد الخياري بغيت نقول لك باللي شكرا بزاف النصائح اللي عطيتيني. شكرا بزاف على المساعده النفسيه ديالك انك كنتي كتعاوننا. النصائح ديالك ملي كنا كنديروا بها كان كيبان لنا الفرق. ان ملي قال الخيار حيد هذه راه بصح. وبغيت نقول لك شكرا لانك كتبقى قدوه لكاع الكوميديين في المغرب. سعيد ناصري بغيت نقول له شكرا لانك فلاش فاش كنت في الخيريه وكنت كنبكي حيت ما عنديش والديا وكنت لفيديا كنتفرج فيك في التلفازه كنت كنضحك. ميرسي. حسن الفد بغيت نقول لك شكرا استاذ حيتاش بسببك انت قدروا حنا الكوميديين الشباب نزعموا ونديروا دو نوفو ستيل. لانك انت بالنسبه لنا قدوه. انت درتي ستيل جديد وامبوزيتي على الناس. حتى حنا خليتينا نديروا ان نوفو ستيل ونامبوزيو على الناس. هو كانت منافسه شرسه بيني وبين شرف وبلا ما ننسى اختي فاطمه وعائشه لانهم كانت منافسه بيننا حنا بربعه. يمكن اللي خلى الناس يتميزوا لهم انا وشرف واننا جبنا دو نوفو ستيل يعني واحد طائح الكوميديا حديثه كوميديا جديده. لان يمكن فايت المغاربه شافوا واحد هز اله موسيقيه وكيدير بها سكيتش ولكن ماشي اله موسيقيه ودار بها اربعه سكيتشات. يعني هذاك يعني ان هذاك الستيل هذاك الدري هو الستيل ديالو. فاحنا المغاربه كنا فاش كنا صغار شفنا واحد هاز اون ماريونيت وكيدوي بها وكيما شفناش واحد طالع وكيدير بها الكوميديا كيضحك بها. دونك كنا دو نوفو ستيل. كان شرف لي نتنافس مع شرف. وبغيت غير نقول لخويا شرف راك عزيز بزاف. سلمي على ولاد دربكم عرفتي شتي كنا باش تعدو لدربهم. وهاي با شرف راه ما غنحيدهاش من يدي مازال عندي. هاي شوف با شرف وي كادو منه. كادو فاش ربحت قال لي هذا هو الكادو ديالك ديال الفوز من عنده. طموحي ديال المستقبليه وان شاء الله انا وصديق ديالي زكريا مماد اللي هو متطوع من مبادره اكثر كومنتي نكملوا الخدمه انا وياه. نكملوا لو ميساج اللي بدينا لان يمكن المغاربه عرفوا قصتي وكان قصتي باقا ما اطراتش. بغيت انا ان شاء الله من المستقبل يولي اي واحد شاف واحد ولد خيريه ما يشوفش في هذيك الشوفه ديال هذا ناقص. يشوف هذيك الشوفه ديال النظره عاديه. نحاول انني ناثر بالصح في الناس
كنشكر برنامج ستاند اب حيتاش بيني الواجهه، دونك انا خصني نحافظ على ليماج ديالي، نكمل في الفن انا حيتاش ونصحح واحد ونصحح واحد 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 الثغره شويه عندنا في المغرب هنا، هي ان كاينين بعض الاناس اللي كيسميو راسهم انهم كيمثلوا الايتام وهم ماشي ايتام. بغيت غير نقول باللي جا وقت ان داك اللي غيمثل الايتام في المغرب واحد منهم. بس صوتوا ليا مرسي بزاف حيت صوتوا ليا، مرسي بزاف حيت تقتوا بالموهبه ديالي، وبغيت نقول لكم باللي كنبغيكم بزاف وراكم عائلتي.